ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما حتى يخبر الرعاء وأمرنا شيخ كبير فستلهما فستلهما ثم
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تخف إحداهما يا أبت السائل إن خير من استأجرت القوي